مشاهدينا اهلا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. وفي هذا الاثناء معنا امي مباركه. امي مباركه ارمله 20 عام باش توفى ليها الزوج ديالها، ما رزقهاش كيف كنقولوا كرشها، ما عطاتهاش الوليدات، عايشه بوحديتها غير الجيران اللي كانوا كيخلصوا عليها 100 درهم ديال داك البيت اللي كاريه في المدينه القديمه، واللي بغى يتاكد يتصل ويجي حتى البيت فين كاريه. جاء قرار الازاله الديور عائلة للسقوط، فالناس استافدوا، خرجوا كاملين الناس، بقات بوحديتها هي عايشة في دار في أي نهار ممكن أنها تطيح عليها، كل شيء دار له المرطوب كيف كنقولوا، تسدوا البيبان، بقى بابها بوحدها ديال بويت اللي كارية بمية درهم، هو بوحدو اللي محلول، وفي أي لحظة تريب هذيك الدار ما لقاتش فين تمشي. علاش ما عندهاش 7 ديال المليون اللي تخلص باش ممكن انها تستافد من هذيك الدويره؟ اليوم من دار دار، مره كتبات في داك الدار في داك البيت كتخاف، كتمشي مره تبات عند جيرانها القدام اللي تحولوا، بقات عايشه شبه حاله التشرد. علاش ما عندهاش الفلوس باش تخلص 7 المليون؟ وحتى الوليدات ما عندهاش اللي ممكن انهم يجمعوا ليها ولا يخلصوا ليها. اليوم بغات توجه نداء لجميع المحسنين انهم يديروا من باركه امهم ويتعاونوا معاها باش هي تدخل دويرتها، ما تبقاش في الزنقه وما تبقاش من دار لدار. السلام عليكم من باركه. سلام بنتي، الله يدير تاويت الخير. امين بنيتي، امين امين. شحال من عام وانتي في ذاك البيت في المدينه؟ بنتي ماشي شي 50 عام. وانتي ساكنه فيه؟ ملي كان المرحوم. ملي كان المرحوم. ربي ما عطاكش وليدات؟ ما عطانيش ربي، ما عطانيش. مات مول الدار؟ مات مول الدار. كان خدام عليك وكان كان هازني وكان ايوا مات مسكين. شحال دابا باش مات؟ 20 عام. 20 عام باش مات. بقيتي بوحدك؟ بقيت بوحدي، بقيت انا والله في هذاك البيت. في هذاك البيت. الجيران كيرفعوا عليك مره مره؟ مره مره كيرفعوا عليا الجيران وكيدخلوني. دابا كلشي سدوا، كلشي مشى. علاش سدوا؟ سدوا مشاو عطاوهم استفاده. اييه. وانا ما شفتش الخلاص. علاش عطاوهم استفاده؟ وهما خلصوا الدار غتريب. اييه. الدار غطيح. اييه. وانا باقي في ذاك البيت، مره نبات عند شي حد، مره نبات فيه، مره ايوا الحمد لله. اش غندير بنتي؟ واش درتي من صافي بقيتي في ذاك البيت؟ بقيت في ذاك البيت، ما ندير بنتي، ما ندير. وحدانيه ما عندك حد؟ ما عندي حد، عندي الله ونعم بالله. عنديش حتى واحد ما كيدق بابك. 7 المليون قاصحه شويه على تسجيل اللي كيعاونوا، قاصحه عليهم 7 المليون. قاصحه عليهم، ما عندهمش حتى هما، حتى هما يلاه خلصوا باش يمشيو. حتى هما ما عندهمش، حتى هما انا زدراوش ما عندهمش. ما بغيتيش تلاحي الزنقه وما غاتلاحيش ان شاء الله الزنقه؟ ما بغيتش نتلاحي الزنقه، ما بغيتش نقعد في الزنقه. ما كرهتيش شي واحد؟ ما كرهتش بنتي، ما كرهتش شي واحد، ولد الجواد يخلص عليا ما كرهتوش. يمشي هو للجهه فين كيخلصوا، هو يتكلف لك بكل شيء. هو كاع يخلص كل شيء. عاد دخلي دويرتك تاتي. صافي ندخل دويرتي. المقدم كيجي عندك ياكي؟ كيجي. قال لي خويا. قال لك خطر عليك هنا يا خويا. قال لي خويا صافي، الجيران كلهم خوا وخوي كاع البيوت اللي حداك سدوهم ذاك المرطوب. سدوهم كلشي، داروا لهم المرطوب، وهذا الشيء اللي كذبني جا عندي راه الدار نوريها ليه. في المدينة القديمة؟ في المدينة القديمة، الزنقة 11 دار 9، راه باينة درب الجيران. قلتي تا ما أنا ماشي خدامة ولا صغيرة اللي نسلف من البنكة. وأنا باقي غنخدم، أنا غتسلفني البنكة وأنا ما خداماش، أنا عندي 70 عام ونخدم. سكينة. ما بقيتش خضر حتى نزيد ركابية، بقى لي كاع الخدمة. يعني ما كاينش اللي يسلفك؟ ما كاينش، لا ما كاينش يا بنتي. اللي كيسلف كيشوف السين وكيشوف الخدمه وكيشوف بزاف الحوايج. ما كاينش، ما كاينش. يلاه. واش كديري دابا امي امتي؟ قاعده مره هكا مره هكا مره، ما عنديش ثمن ناكل. لا حول ولا قوه. ما عنديش ثمن ناكل، ما عنديش. مره عند هكا مره هكا مره. مره نتعشى مره ما نتعشاش، مره ناكل مره ما ناكلش، مره. وحدانيه. ونتمناو خير ان شاء الله، ونتمناو الى ربي ما عطاكش من كرشك الاولاد، ان شاء الله المحسنين كاملين يكونوا اولادك ويتصلوا بك. امين. ويفرحوك ان شاء الله. وعلاش علاش الله يتعاونوا ويخلصوا لك هذا المبلغ. امين امين. دابا 7 المليون يا تدخلي لدارك يا تبقاي في الزنقه. صافي شي ما كاين. انا ما نخلصش، راه نقعد في الزنقه، ما كاين اللي يدخلني ما كاين اللي يرحمني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. واخا أختي أنت وحدة من الناس اللي كتعرفي، يلا نوقف عندك. لا كاين وزين. أمي مباركة. هذه كانت جارتكم في المدينة ياك؟ كانت جارتها في المدينة. أييه. واليوم ما لقاش جارتها ديال شحال من عام يعني، اللي ما الدرجة بقات عايشة بيناتنا تقريبا. نعم. فهمتي كل ما حد كل واحد كيرفع عليها بشوية 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 بشوية. دابا ملي جات الدار قالت للسقوط خصها هاد الاستفادة 7 المليون، حتى حنا راه ماشي شي وحدين غنقول لك زعما لاباس علينا فهمتي. بحال هكا نعاونها في ديك الكرة اللي كان القديم، نعاونها في المصاريف إلا كانت شي حاجة، ما بحال 7 المليون راه حنا جاتنا قاصها. فهمتي. وكل شيء خلصها وهي كل شيء خلص كل شيء سد بقات هي. دابا كيجي المقدم تيقول لها الدار خصنا نسدوا الباب، خصك تسدي ذاك البيت باش تسدوا حنا الباب. دوت هو المرطوب. هي دابا هي مشات دارت البيت المرطوب صافي، مابقاش عندها فين تسير، ما عندهاش فين، ما تبقى عندها لا استفاده لا حتى شي حاجه. صافي دارت المرطوب البيت صافي مشات بحالاتها، هي خلصي يا سيري بحالاتها. هي مسكينه ما عندهاش باش تخلص، راه الله كيشوف باش يلعب. غيمشيو الناس للدرب يسولوا عليها، راه لا صحه لا وليدات لا راجل. الحمد لله والشكر لله، وحنا بقات فينا بزاف. راه كشتي دابا اش نقول لك، حنا راه 10 ديال اكثر من 50 عام اكثر، هي كلشي مشى بقات عايشه، بقات غير هي مسكينه بوحدها. وكنتمنوا من الله ان شاء الله يجيب لها الله شي محسنين اللي تعاونوا على داك، هي ما بغاش الفلوس تشدهم في يديها، هي بغات اللي يمشي تشوف دوك الواجبات يخلصوهم، لا تشارك ولا شي وحدين من ولاد الناس. الله يجازيهم بخير، لحقاش دارت واحد اللايف الاول وما حتى شي واحد ما يعني ما استجاب للدعاء النداء ديالها، ومن بعد كانت غير شي وحدين كيتفلاو تيقول الهضره خايبه. وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. من هذا المنبر هذا كنقولوا كنعاودها، وغادي يسمعوا غادي يشوفوا غادي يعرفوا على من كنهضر. كيتفلوا على مرقه جده وتيقول لي سيري قلبي وسولي راني نخلص لك. وفي الاخر ما كاين والو، الاخر ما كاين والو، حشومه عليهم حشومه، حرام عليهم. حنا كنديروا هاد النداءات باش المحسنين. قال لي نشري لك دار حيانا على سيرك، كما كنا نقولوا عاد كلمه زوينه لما داش كيتفلا، غير كلمه زوينه غير الدعاء. دابا كنتمنى ما نبقاوش نزرعوا حرام، راه قلت لي عارفين ما غنديروا ليه حتى حاجه. حرام وتير حرام، الله يتا حرام. حيت كتعطي واحد الامل في الاخر كتضحك عليه، كتضحك مسكينه هادي، انت كتفرح مسكينه ومراه فرحات مسكينه فرحات، ولكن الله يجعل على قد الفرحه اللي فرحات. بغيت تقول لي نكد هو يا ربي امين، كاع اللي كيتفلى على الناس، كاع اللي كيتفلى على الناس، قد الفرحه اللي فرحات هي بغيتها لي هو نكد. حشومه حشومه وعيب، ودائما كنقولوها بحال اللي كيتفلى على الناس، المحسنين القلوب الرحيمه اللي كيتعاونوا يتعاونوا معاها، كيتفلاو ويضحكوا على الناس. شو ما يضحكوا على مراه قدها، شي محسنين يتعاونوا ليها ويجمعوا لها داك الفليسات ويمشيو هما يخلصوا ليها، ما بغاتش الفلوس تشدهم بيديها. بعدا ما دير بهم هي، بغات كتعا يخلصوا ليها غير دواتي فين تكتات انا بحال العباد. الله فين عطاوهم الديور؟ قرا في الرحمه ياك، فين عطاوكم الديور؟ جيت الرحمه عطاوكم الديور، جيت الرحمه مشاو جيرانك مشاو كلشي كلشي سكن كلشي سكن. لا مازال بس كلشي كيمشيو خشوا بخواو غير الافراغ. دابا يلا غادي تيعطيهم السوارت، باقي ما عطيوش السوارت شمسي ولا جوج راه سكنه عطاو السوارت جمعه وقادر وبينا ثلاثه الناس سكنوا. نعم ثلاثه سكنوا، بقى غير واحد السيده اللي باقاو هي اللي باقا ما انتيا ما خلصتيش وانا ما خلص. هذيك راه عندها ولادها غيدخلوا البنك، انا عندي الله ما عندي حد، عندي الله تبارك وتعالى. ونعم بالله ونعم بالله، نتمنى ان شاء الله للمحسنين يكونوا ولادك ويتصلوا دابا ويفرحوك، يفرحوا الميمة مقطوعه من الشجره ما عندها حتى شي واحد، نفرحوا امي مباركه ان شاء الله بشي اتصال اللي فرحها. شنو بغيتي تقولي للناس اللي كيتسلك كيتسمعوا لك؟ الله يكثر خيرهم، اللي دار شي حاجه في سبيل الله، الله اللي خلصوا ماشي انا، انا ما عندي باش نخلصوا، الله اللي خلصوا، الله اللي وقف معاهم. غير يحيدك من الزنقه. من الزنقه ما بغيتش نقدر ندور هوك وهوك، نمشي نلقى شي حد نعس يسد عليا الباب. انت مراجعه سمعي هضره ناقصه ولا شي حاجه ما تبغيهاش قلبك يضرك، شحال من دار كنمشي نلقى ونعس ونرجع بحال هادي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. نتمنى يا ربي يا ربي يا ربي في هاد العواشر تيعرفوا بينهم وبين الله وتيديروا الاجر في سبيل الله. شوفوا من حاله السيده مسكينه والله يحسن لعمرها، لا حول ولا قوه الا بالله. صعيب الحال، ما عندها حتى واحد، ما عندها خواتات، ما عندها حتى واحد. والو اختها اللي كتحنى فماتت. الله اختها اللي كتحنى فيها اللي كتهزات ايوا تعطيها وكترفع لها ماتت مسكين. كيف سمعتوا الجاريه ديك اختها وحده اللي كانت حنينه فيها، راه حتى هي توفات الله يرحمها، يعني كيف ولات مقطوعه من الشجره ما عندها حتى شي واحد. جيرانها الامكانيات ديالهم ما عندهمش باش ممكن انهم يجمعوا لها 7 المليون. الله كل واحد تكافى مع راسه وجمع 7 المليون باش قدر انه يخلص، فبقات وحدانيه. ها هي الصوره، عندهم 10 المليون، عندها 7 المليون مسكينه بوحدها معطاها دار صغيره. الاخرين 10 المليون. ها هي الصوره،
غنية عن أي تعليق. أمي مباركة بوحدها كتسنى المحسنين، كتسنى اتصالات المحسنين إن شاء الله يعاونوها ويخلصوا عليها هذا المبلغ ديال الاستفادة. ما بغات تشد حتى شي حاجة في يديها كما قالت الجارة، قالت لك هي ياخذوا الوريقات ويمشيو كيتخلصوا في المقاطعة ولا فين كتخلصوا ما عرفتش، يعني هما يديروا الإجراءات اللازمة ويخلصوا. تعرف هي غير تاهي تشد سنة نوبتها على دوك السويرتات وتدخل لدارها. شحال وانت أمي مباركة دابا على هذا الحال؟ جاية دابا شهرين وانت هاك بحال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس كتردف كتصعيب الحال، كتقلب كتلقى شي واحد سد الباب تاعو كتخلف فين تبعد غندق عليهم غنفيق ما غاتعجبهم الحال وما نرجع بحالات. يعني من الليل المشاهدة كتقلب على شي ناس اللي كانت كتعرف وتحولوا وتبات كتلقى الضو طافي كترجع كتقول لك ما نفيقهمش من النعاس، يعني معاناة كدوز منها أمي مباركة. واللي يعني الفرق بين المعاناة والفرج هي 7 مليون. نتمنى يا ربي الفرج يكون قريب. 06 75 44 61 79 06 75 44 61 79 هذا هو الرقم اللي بغى يتصل بمين باركة. الناس ما كاينعرفوش بكري، يمكن غير دايرين ديك الحساب على بان غيعرفوا هذا الشيء، حيت باش بنادم غير 7 9 9 يعني بحال بالعالي كيتفيهم الضوء. زعما حنا راه نعسنا بلا ما تدق علينا. لا حول ولا قوة الا بالله. كترجع مسكينة عطات لي مع ديك 9 9 9 لا جي أمي مباركة فاش كتولي فيا كتقولي واش نجي ولا ما نجيش. قلت لها جي مرحبا بك. كتبات عندك؟ تبات عندي. واش غدير؟ دقات على الناس قالت لك شد الضوء طافي وانا نرجع بحالاتي. قلت لها اش غديري؟ جي. لا اله الا الله. فاش كدوري في الزنقه جيب حالاتك ونتمناو الخير. يعني كيقول لك الناس بالعاني كيدفعوا مع التسعود اللي بعض الناس ماشي كلشي باش تلقاهم طافيين الضوء وترجع. نتمناو يا ربي. شوف الواحد ما كيرتاح الا في دويرته، كانت فيه كانت عشه كانت براكه كانت دار كانت فيلا كيما بغات تكون، ما كيرتاح الا في دويرته. دابا ودخل حالات صافي ونتمناو لله. ما كانش داكشي قالت كان عندي شكل شي مشي قالت كنصوم بالجوع ما عنديش الورق الدار مشي البيت اللي ما دار غير تشطى الحاشه بحدايا تشطى غندير واحد ديور تشطل غندير واحد الجيراء في الدير تدخلي عندهم تقول لهم عطوني تشطل. انا غير لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا كتبدا تبدا هذا الموضوع. لا 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 عامر قلبها عامر قلبها هذا الموضوع صافي كت عامر كنت حتى ربي ما عطانيش الوليدات وما عطانيش العائله وما عطانيش هذه وما عطانيش هذه ونعم بالله ونعم بالله. الله سبحانه كاين المحسنين الله يجازيهم بخير يا ربي يديروها امهم ويتصلوا بها يا ربي يا ربي. شوفوا من حال يا ما باغا لا ريال لا جوج لا والو كتقول لك كتبغي تعاد ويرتي ان شاء الله. حسيني قالت لك اللي خلصوا لي غاديك الدوله وجيبوا لي وريقاتي وصبرت بها الافوديش ان شاء الله. هذا الشيء اللي بغيت ان شاء الله. قالت لك ما عنديش حنا كرشه ماشي ما عندهاش المشكل حنا نعاونوها في الكرش. يعني الماكله ماشي مشكل. ماشي مشكل. عارفين تسكن. عارفين تسكن. دابا المشكله هي كنقول لها شي جلسي معانا هي نفسها عزيزه فهمتي؟ حنا ما غاتقرش علينا باش تعش معاها. هي قالت لك دويرتي. وهي قالت لك على السطل ديالها كان كندير في الليل ما غنديروش عند الناس. والله العظيم يا بنتي وحق مولاي انا ورا الله اللي كيعلم لا كنحط السطل حدايا ما نقدرش في الليل نخرج البيت الماء كنخاف نطيح ولا نخاف تجرى لي شي حاجه كنحط السطل حدايا وكنريح فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 06 75 44 61 79 هذا هو الرقم ديال أمي مباركة اللي بغى يتعاون معاه اللي بغى يتصل بها يخلص عليها ثمن الاستفادة. راه كنقولوا هذه بغات وهذيك بغات. يتعاون يتجمعوا شي يقلب الرحمة 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا اللي كان ويعاونوا يجمعوا هذيك القضية باش يخلصوهم. يا ربي يا ربي إن شاء الله نتمناو خير بإذن الله تعالى. كاينين لا خدام علينا كاينين راه كاينين اللي هنا وكاينين اللي خارج أرض الوطن الله يجازيهم بخير. نتمنى ربي يرزقها شي محسن اللي يزرع الرحمه في قلبه ويتعاطف مع الحاله ديالها ويخلص عليها. يا ربي 06 75 44 61 79 هذا هو رقم مشاهدينا ومازال غنبقاو مواصلين مع أمي مباركة ونشوفوا فين وصلت الحاله ديالها. قدامها كبرنا في دار وحده مسكينه ما تبقاش جاتك نفسها عزيزه داكشي ونتمناو خير ان شاء الله. ايوا خصني نقرقب على الناس كنوض بزاف في الليل نقول حاشاك وداكشي ما غترتاح غير بالدنيا. نوض 5 الخطرات 6 والله بنتي الا 5 الخطرات 6 حق مولاي انا وهاد النهار تاع اليوم الا كنوض 5 الخطرات نوض. والله يعطيك صحيحتك والله يجيبك شي من يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين. عندي السكر وعندي الطنسيون مسكينه وعندي العصب وعندي كل شيء مخلط عليا ما نقدرش ندير حتى شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرجها عليها في هذا النهار وفي هذه العشر المباركه باذن الله تعالى. حالي نشري ديك
الخبيزه ونديها معايا شاده ديك الخبيزه في يدي وندخل نعمر بريريت ديالاتي وحمدت بي الله ونعم بالله ونعم بالله. الله يفرجها عليك. امين بنتي امين. ان شاء الله يفتح لك ابواب الخير ان شاء الله ونكونوا قدام نربح عليك يا ربي. امين بنتي امين. يا ربي مشاهدينا راه امي مباركه يعني قالت ما يكفي، حكات المعاناه ديالها، ظروفها، التهديد حاليا بالتشرد، 7 مليون. الى تكرموا المحسنين وجاو وخلصوها على امي مباركه غتولي حتى هي بدويرتها، وهذا الالم والمعاناه اللي كتعيش راه ما غاديش تكون. الله يخسر في الجنه ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين.